لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. الرئيس غائب يا جماعة. عندما نتكلم نقول راه الرئيس غائب، هناك تعتيم إعلامي متعمد، هناك تضليل. المشكلة مش التعتيم أنه ما أعطاك المعلومة، المشكلة أنهم يعطوك في المعلومات غلطة ويكذب عليك. الدولة اللي تكذب على مواطنيها كيفاش راح تثق فيها؟ إذا كان دولة كذبت على وضعية صحة الرئيس كيفاش؟ يا جماعة نحن رانا شفناهم ناس دخلوا المستشفى ماكسيموم شهر خرجوا، اللي فات وصل شهر ما ماتش خرج، ولكن قعد يروح ويرجع ويعالج وكذا وكذا، ويمكن الظهور صح يكون ضعيف في حالة كذا. الرئيس ما ظهرش، الرئيس آخر ظهور كان يوم 15/10، اليوم راهي 50 يوم ما ظهر عليه حتى خبر. رانا قريب شهرين ما ظهر والو. يجي واحد يتكلم انتوما خونا وانتوما عملاء وكذا وكذا، انا الرئيس نتاعنا يجي مرحبا به وكذا. هذه عقليات ما تبنيش دولة، هذه عقليات ما تبنيش دوار، هذه عقليات ما تسيرش بلدية. الأمم المتقدمة والمتحضرة تجد نخبها تضغط على الأنظمة، واش يقدم النظام ويبقى يضغط عليه، لأنهم دائما يريدون المزيد ويريدوا بلادهم تمشي للمستقبل. الدول المتخلفة في عقلياتها وفي وعيها، يجي واحد ينتقد النظام يقول له أخدم شعبك، يجيه واحد من الشعب يقول له أنت عامل خائن. يا ابني راني ندافع عليك، أنت تقول لي واش دخلك تدافع عليا؟ فيه اللي يقول لي دافع عليا، خلاص أنت مش معني، الله يهز عليك وروح ورقد على روحك، روح غدوة كي تغرق البلاد. راوي الناس لما الدولة راهم يشوفوش الغوغاء، يشوفوش الناس اللي ما عندها، يشوفوا النخب، راهو أهل الحل والعقد. يجي واحد يقول لك نحن نتحدثوا راهي كارثة ما حدث مع الرئيس، عندها مدة نحن نقولوا باللي الرئيس راهم يحفروا له في قبره في الرئاسة، وقلنا لكم باللي راهو كان يعملوا من أجل إسقاط الرئيس، بعد ذلك يطيح مريض، فوتوا له الدستور فوتوا هو، صارت فيه فضيحة بمعنى الكلمة. هل شفتم رئيس جديد يقول باللي راني جاي بجمهورية جديدة، راني جاي بعد حراك شعبي يدير أول انتخابات واستفتاء يشاركوا فيه تلك النسبة الهزيلة؟ أي والله العظيم نقول هذا، أو مش الكوفيد فقط، أنا كنت جاء يعني رئيس الجمهورية عنده روح للنخوة على نفسه، يا إما يلغي هذا الدستور يا إما يستقيل يروح لداره، أفضل وأكرم لي. أنت تقدم مشروع للجزائريين ما كان حتى واحد يفوتولك 3 ملايين من 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 24 مليون في الهيئة الناخبة، وبعد ذلك تعتبره انتصار. على من انتصرت؟ انتصرت على شعبك؟ جبت لهم مشروع دستور هو أعلى قانون يحكم الجزائريين رفضوه؟ نحن عندما نشوفوا هذا، بعد ذلك جاب فترة مرضه عاملوه كما يعامل بوتفليقة، عاقبوه لأنها العصابة، قالوا له كنتم أسقطتم بوتفليقة لأننا نخفي مرضه، ونريد كانوا حابين له عهدة 5 والرئيس مريض، هاك مريض ونكذبوا عليك ونخلوك. عمركم شفتوا رئيس جمهورية يده الألمانية؟ ما زاروا الوزير الأول، ما زاروا مسؤول، ما كان حتى واحد حتى كي يتكلموا عليه. عبد الحفيظ علاهم تكلم إلى روسيا اليوم، أعطاهم الخبر، هما زيروه قالوا له واش دخلك تتكلم، هو دار تكذيب، وين بعثوا؟ بعثوا إلى جريدة الوطن. من المفروض روسيا اليوم هي اللي كذبت عليك، تتكلم إلى روسيا اليوم تقول لهم أكذبتوا علي، ولكن لا، لأنهم المشكلة في المسؤولين الجزائريين لا نعمم، ولكن أكثر فيهم جبناء. أنا مستشار في رئاسة الجمهورية، تتصل بي صحيفة إيفا تسألني في أمر في إطار اختصاصي، نعطيها تصريح، يجيني مسؤول أخر يقول لي علاش غدرت، والله نرمي استقالتي ولا زدت فيها نهار. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه هناك خلية أخرى، هناك راهي تشكلت عصابة جديدة يا جماعة، راهي تشكلت عصابة جديدة. هذه العصابة ما لقتلهاش رجال، وما لقتلهاش راجل مثل قايد صالح يهز جدهم يطيشهم في الحباس، ما لقاتش. راهي تشكلت عصابة جديدة في الجزائر، وهي اللي تحكم في الجزائر، والآن تعبث بالرئيس. لو كان دولة حقيقية، وهي المؤسسات
برلمان تاع شكاره وحفافات، مع احترامي للحفافات، مجلس امه تاع مرتشين كلهم عينوهم، عينهم السعيد بوتفليقه قبل، الان راهم حاطين رجل فوق رجل بكري كل خايفين. الرئيس مازال ما ظهر عليه والو. اليوم 5 ايام من اخر بيان، انا اللي قالوا له 30 يا اخي، قالوا راح يرجع يعود في ايام، ها ما كان حتى جديد. انا اتمنى الان ما زلت معكم على الهواء يخرج خبر عاجل بان الرئيس عاد، وعندما يعود الرئيس وتشوفوه في ظروف ستسمعون ماذا ساقول للرئيس. لانه مش مشكلتنا انه يرجع الرئيس، ها جاء رئيس مرض وارتاح ورجع ويقعد كيما راه وتمشي الامور. يجب ان يكون اذا عاد الرئيس ورجع لمكتبه يجب ان تكون هناك قرارات. اول حاجه اقاله ها كل هذا الطاقم المستشارين، اقاله الحكومه لانها حكومه فاشله، حل البرلمان وحل المؤسسات، وروح دير لي مجلس انتقالي انا معاك، عين فيه بعض النخب من المثقفين والجامعيين والاطارات، هاتوا خليهم هما يشرعوا للجزائريين بصفه مؤقته حتى نخرجوا من هذه الجائحه العالميه. افضل بكثير من هذا، من هذا البرلمان تاع نتاع نتاع والله العظيم كنت نشوف واش يديروا في اقامه الدوله، اولا في كلاب دي بان ولا في ميموزا في الصوالي، وكنت نشوف واش يديروا هؤلاء النواب، ديروا والله ما ينتهي لهم جبين، والله لا تتشرف كجزائري ان يشرع لك هؤلاء. انتم تلعبوا بالجزائر؟ تلعبوا بالجزائر بهذه الطريقه وبهذا العبث؟ الجزائر دوله كبيره وصلت لدرجة أنهم يحكموا يروجوا، أي الإمارات تهدد في الجزائر، أي الإمارات تهدد في الجزائر. ضرتونا بهذه الحكايات لما كان الحراك الشعبي. شوف المشكلة وين، دائما يريحوا على الجزائريين فرصة التغيير. 88 خرجوا الشباب فرضوا على الدولة الجزائرية أنه التعددية الحزبية، ماتوا أكثر من 500 بإطلاق الرصاص، فرضوا عهد جديد. يجي خالد نزار وضباط فرنسا واش داروا؟ أعطاه فرصة للفيس، فيهم جماعة كانوا من جماعة مصطفى يعني تكفيريين بمعنى الكلمة، أعطوا لهم فرصة تأسيس حزب وهم يدركون أنه لما تتاح لهم الفرصة يديروا رجلهم. وأنا ذلك كنت في ذلك في الوقت في العسكر، وكنا دائما نتكلم إلى المسؤولين، وجانا توفيق، الجنرال توفيق كان في ذلك الوقت عقيد، جاء قالنا محاضرة ومن بين الأشياء اللي طرحناها عليه شوفوا الشيء اللي صاير، علي بن الحاج كفر والاخر عباسي مدني سنعلن الجهاد في الربيع وغيره وغيره وغيره، هذا الكلام، هذا الكلام خطير. قال لك لا، هذه اوامر عليا، الاعتماد اعطوه لهم بسرعه وفتحوا لهم المجال، هما وصلوا نشروا التشدد ولينا نحن. اذكر في ذلك الوقت نهبطوا بالكومبا تونيت صورتي الاجي سونتر، نهار نخرجوا نكملوا الاربعه عند الخميس والجمعه والكان، نخرجوا الخميس نضربوا دوره، الجمعه نتفادوها لانهم كانت العاصمه مليانه بهم. خرجنا مره في يوم الجمعه بالكومبا يظل يبزقوا علينا حشاكم ويتبعوا فينا يا كفار يا اعداء الله يا مرتدين، مين ستدفعون الثمن، سنذبحكم سنسلخكم سنحرقكم، عشناها. والتطرف واصل، وصلوا الهدف منه ضرب هذلك المسار التغيير، وفعلا حدثت الانتخابات، فاز فيها الفيس، انقلب عليها العسكر، وكانت غلطه كبيره. ليست غلطة في الانقلاب فقط، أنك تجي تعطي فرصة إلى متشددين تكفيريين يديروا الحزب، وبعد ذلك تخليهم حتى يذوقوا طعم الحكم، وبعد زيد تنقلب عليهم وتضغط عليهم باش يطلعوا الجبال. والغريبة أنا كنت في العسكر، كانوا كيما هربوا الناس طلعوا للجبال كانوا عندهمش سلاح، تجي لك ماين ترمي لهم الأسلحة في الطرق وسهلوا لهم حتى الدخول الكازرنات وقتل العسكريين بالموس وداو السلاح. كل ذلك باش يكونوا مسلحين عندهم السلاح، كانوا يجيبوا لهم طوموبيل يحطوها لهم بالسلاح يطيشوا عليها شويه دم ويخلوها لهم في الطريق، هما يجوا يلقوا هكذا يقول لك الله اكبر اكبر ويظلوا يصوروا فيهم من بعيد، المخابرات نتاع الدي ار اس كانوا يصوروا فيهم من بعيد، وهما الله اكبر هذه هديه من السماء، الله اكبر اكرمنا بالسلاح، هما يدوا السلاح من هنا هي تجيهم يقتلوا منهم بعض الاشخاص يرجعوا السلاح والسلاح الاخر يخلوه لي يموتوا به ناس اخرين. لما جاءت فرصة أيضا الحراك الشعبي في ذلك الوقت كنت نقول لهم يا جماعة مشكلتكم المؤسسة العسكرية في التسعين، أنا مشات مع الاستئصاليين والناس المعادين للجزائر، الآن المؤسسة العسكرية جات معاكم ما تديروهاش عدو، ولكن للأسف بعض الأبواق اللي كانوا اتصلوا بهم جماعة توفيق وكذا باش يديروهم أعضاء في المجلس الرئاسي اتصلوا بهم كي شافوا القايد صالح اجهض عليهم المشروع، حولوا المعركه من حراك شعبي.
مدعوم متحالف مع المؤسسة العسكرية من أجل أن يوصلوا إلى مسار معين، حولوها إلى معركة مع القيصرة فخسروا الكثير. هاي روح رجع لي ذرك الحراك الشعبي، يا أخي تقولوا الحراك الشعب هو الذي حرر القيصر والمؤسسة العسكرية، روح ذرك حرر لي شنقريحة من العصابة الجديدة والمؤسسة العسكرية، تكون راجل حررها. وقلناها لهم في ذلك الوقت، والله الذي لا إله إلا الله بعد الله تعالى، لولا المؤسسة العسكرية ما استطاعت العهدة الخامسة تسقط، راه بوتفليقة مازال يحكم، وراهم قتلوا الجزائريين ودخلوا من الحبس. جات معاك تحالفت معاك المؤسسة العسكرية، مشات معاك في الطريق، إذا وشي هو الواجب؟ وكان جاوا يفهموا الناس هذوك اللي صدروا الحراك الشعبي بتلك، وصاروا شوف المشكلة، المشكلة أنهم اللي تصدروا الحراك الشعبي كانوا يتبعوا في الناس عبر شبكات التواصل الاجتماعي تفرض عليهم المواقف، وهذا غباء. أنت نخبة، خلي يسب، خلي يجوا آلاف الآن، يجيني آلاف يسبوا على روحه، والله لن أتراجع قيد أنملة في الفكرة اللي حاب نديرها. هكذا من المفروض النخب هي التي تسيطر على الغواء والغثاء والشارع والعوام، مش العكس، العوام اللي يفرضوا من، وهذا الذي حدث في سوريا مثلا. العوام سيطروا على الواجهات السياسية، والواجهات السياسية يقولون فقط ما يرضي العوام، حتى شفتوا سوريا والوسط. نفس الشيء في الجزائر هكذا، واللي حاولوا يرضوا فقط، المهم باش ما يرفدوش لافتة ضدهم، خلي يرفد 20,000 لافتة، هذا غلط سيؤدي إلى الغلط. وين قلت لهم في ذلك الوقت، خلي الحراك الشعبي يتهيكل في إطار سياسي، وبعد ذلك يلتقي مع القيادة العسكرية، القيادة العسكرية عندها رؤية والحراك عنده رؤية، نحاول يوصلوا إلى رؤية مشتركة، 50% للحراك و 50% للجيش، وبذلك نبدو مسار جديد يشارك فيه الجميع. إذا كان الرئيس تريد، إذا كان هناك مقترح يجب أن تقبل به المؤسسة العسكرية، لأنه هذا الرئيس اللي راح يجي راح يولي قائد الأعلى للقوات المسلحة، راح يولي وزير الدفاع. لا يمكن تجيب لي واحد كل من هب ودب مجرد أنه فقط يهضر مليح تحطه ديره، لا. المؤسسة العسكرية، أنا نهضرك الآن، ربما كاين جماهير اللي راهم معجبين بكلامي، لكن لو جي وقت الوقت الجد المؤسسة العسكرية والأجهزة، طلع لكم تدخل لكم حتى واش تعشي درك فقط قبل ما نجي نحكي معك. هذه هي الإشكالية. لذلك أنا قلت في ذلك الوقت لو داروا ضيعوها. الآن فيهم بدأت تخرج بعض الأصوات تقول أنه يجب تطبيق المادة 102 ويجب أن يترشح فلان أو علان من الحراك باش يولي رئيس، يعني فقط حابين تسقطوا المسار اللي بدأها القيصر. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.